هو اكيد الا بغينا نديرو تقريبا واحد التقييم اجمالي للمشروع ديال كره القدم النسويه بالبلد ديالنا، فاكيد غادي ندير واحد الفلاش باك ونتكلموا على واحد 4 سنوات اللي يمكن كانت سابقه. اكيد انه كان واحد المشروع كبير تقدمنا فيه بواحد الشكل اللي هو اكيد بواحد المنحى ايجابي، حققنا فيه نجاحات على مستوى الفرق من خلال التواجد في المرحله الاولى من دوري ابطال افريقيا لفريق الجيش الملكي سنه ديال 2022 في المرحله ديال النصف النهائي، من بعد السنه المواليه اكيد انه التواجد ديال فريق الجيش الملكي بالبلد ديالنا فاز باللقب، يمكن هذا استمرار ولا امتداد لواحد النجاحات اللي كانت سابقه على مستوى الفرق. على مستوى المنتخبات اكيد على انه كان واحد التطور كبير اللي يمكن اللي جيش السدو ولا اللي لخصوا يمكن التواجد ديال المنتخب الوطني ديالنا بالمرحله ديال المونديال والتاهل ديالو كاول المنتخب عربي بالمرحله يمكن اللي كتبقى يمكن استثنائيه وكتبقى ربما للتاريخ وللذكرى من خلال تسجيل اول لاعيبه عربيه في المونديال ومن خلال كذلك التواجد في المرحله ديال الثمن النهائي. فجو بونس على انه جميع اشياء اعطات من الصوره ويمكن من القيمه يمكن التواجد ديال البلد ديالنا كبلد افريقي عربي يمكن واحد الرونق خاص ومن خلاله استنى لواحد الفضاءات اللي يمكن استنى لواحد النجاحات اللي ربما مستقبليه. اولها هو انه يمكن لابد اننا اليوم نستثمروا في هذا الجيل هذا اللي اكيد لانه قدم نجاحات كبيرة. اولها هو انه بهر كما كنقولوا على مستوى العالمي، وثاني شيء هو اننا رفعنا من القيمه التسويقيه للاعبات ديالنا وبخير دليل لانه ملي كنتكلموا على كره القدم العربيه والخليجيه فيمكن التوجه الكبير اليوم ديال البطوله السعوديه للاعبات المغربيات من خلال الجلب ديالهم باموال اللي ربما مهمه، هذا كيشكل واحد الطفره يمكن مغايره ربما عن الطفرات اللي كانت ربما سابقه. اليوم اكيد لانه المحك يمكن اللي موجودين فيه فكيطلب منا اننا يمكن نبذلوا مجهودات مضاعفه. اليوم حققنا تقريبا واحد 80% حتى 90% من النجاحات، مازال امامنا طرق اخرى. اقول على انه يمكن اليوم وصلنا للمرحله ديال يمكن عبور وماشي مرحله وصول، لانه مازال الاهداف المستقبليه اللي رسمها ولا اللي مخطط لها سواء الجامعه الملكيه ولا العصبه الوطنيه يمكن فيها اهداف مستقبليه. خلينا نتكلموا شيئا ما بالارقام لانه بالامس القريب ويمكن عقده الاهداف اللي كانت مسجله بالجامعه الملكيه والعصبه الوطنيه تقريبا سنه 2020 من بعد الجائحه ديال كورونا هو انه اعطاء فرصه بالنسبه للشابات واللاعبات على انهم يولجوا كره القدم من خلال الفروق اللي موجوده عندنا. فاكيد انه من خلال يمكن هذا المحك هذا شغلنا ولا شغلت العصبه الوطنيه وحتى الفرق على انه تاسس فروق كذلك ديال اقل من 15 سنه واقل من 17 سنه، ومن خلاله اليوم الا كاين تواجد تقريبا ديال 40 فريق اللي موجود عندنا تقريبا او 70 فريق اللي موجود تقريبا في البلد ديالنا سواء في البطوله الوطنيه رقم واحد ولا البطوله الوطنيه رقم جوج او كذلك البطوله او ديال العصاب او ديال الجهات، فاليوم اي فريق يمكن موجود عندنا صبح كيسجل تقريبا واحد الرقم ديال 20 لاعيبه في الفريق ديالو من فئه ديال 15 سنه ومن فئه ديال 17 سنه، وبالتالي فاحنا كنأسسوا المستقبل، والمستقبل اكيد انه غيكونوا فيه نجاحات لاننا كنوجدوا الخلف ديال هاد اللاعبات، ويمكن لانفيستيسمون اللي دارت من الناحيه الكبيره من الناحيه ديال البنيه التحتيه، فاكيد انه ملزوم علينا اننا نوجدوا لها يمكن الخلف، والخلف هو هاد اللاعبات اللي يمكن كاينين في ال 15 و17 سنه. لهذا اقول انه مشروع ديال كره القدم النسويه بالبلد ديالنا اكيد انه كياخذ واحد المنحى وواحد المسار مغاير عن باقي السنوات. اليوم حنا في مرحله ديال التطور، لازم على اننا نمشيو بنفس الاقدام ونمشيو بنفس المعايير اللي يمكن مشينا بها في هذه السنوات المقبله السنوات القادمه، لانه يمكن الوسيله ديال النجاح هو يمكن الاستثمار في العامل البشري، وهذا ربما هو التوجه اللي غاديه به السياسه ديال البلد، لانه التعليمات ديال صاحب جلاله اكيد انه دائما ما كتعطي واحد الصبغه خاصه للمشروع الكروي بالبلد ديالنا. باش يوصلك جديد فيديوهات الأنباء تيفي تابونوا معنا فلاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.